لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المسلمين والمسلمات في كل مكان. خير ما نبدأ به الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة اليوم قصة جميلة تتحدث عن الشاب البار بأحد والديه، إن كان أمه أو والده، وكيف أن هذا الوالد أو تلك الأم يدعون دعوة صادقة من قلبهم ويؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى سوف ينولهم في دعائهم لأولادهم البراء. اسمعوا هذه القصة فهي حقيقية وسوف تجعل الكثيرين منكم لا يفارقون أقدام والديهم سواء الأم أو الأب ليكسبوا رضاهم وينالون السعادة في الدنيا والآخرة. يحكى أن في الزمن العباسي أن هنالك تاجر دمشقي كان دائما يتحدى زملائه ويقول لهم: أنا لم أخسر في حياتي في أي نوع من أنواع التجارة. وكان أصدقاؤه في بعض المرات يضحكون عليه ويتهكمون عليه: كيف لك أن لا تخسر في حياتك ولا مرة واحدة؟ وكان دائما يقول لهم: جربوا ذلك. فطلب منهم التاجر أن يقدم له تحديا، فقالوا له أن من سابع المستحيلات أن تبيع تمرا في العراق وتربح، لأن التمر هنالك متوفر وهو مثل التراب في الصحراء. بالفعل قال الشاب: ولماذا لا أخذ تمرا وأبيعه في العراق وأربح؟ المسألة مسألة حظ، وسوف نرى ويكون التحدي بيني وبينكم. في تلك الفترة بالذات قبل ذلك التاجر المحظوظ التحدي، فاشترى تمرا مستوردا من العراق وانطلق ليبيعه شرقا في عاصمة الخلافة العباسية آنذاك وهي العراق. ويحكى أن في ذلك الزمن كان الخليفة هو الواثق بالله، وكان ذاهبا في نزهة إلى الموصل حيث الربيع، وكانت الموصل من أجمل المدن في شمال العراق بطبيعتها، حيث كانت تسمى بأم الربيعين لأنها صيف وشتاء، هي ربيع وصيف. وكانت ابنته التي كان يحبها كثيرا قد أضاعت قلادة لها في الطريق في طريق العودة من الرحلة، وبكت واشتكت إلى الخليفة الواثق وطلبت منه أن يبحث لها وأن يعثر عليها. وأغرى سكان بغداد بأن من يجد قلادة بنته فله مكافأة عظيمة، وربما يزوجه من ابنته الخليفة، لأن تلك القلادة كانت ثمينة جدا جدا. ولما وصل التاجر الدمشقي إلى مشارف بغداد وجد الناس مثل المجانين في منطقة كبيرة من البر يبحثون عن القلادة، فسألهم: ما بالكم وعما تبحثون؟ فحكوا له قصتهم، وكان كبيرهم وأسفا: لقد نسينا أن نأخذ ذادنا ولا نستطيع العودة خوفا من أن يسبقنا بقية القوم. فأخذ يضرب كفا بكف لأنهم من الصباح حتى المساء وهم يبحثون ولم يأكلوا شيئا. فقال لهم التاجر الدمشقي: أبيعكم تمرا؟ فاشتروا منه التمر بسعر غال بعض الشيء، وقال: ها أنا قد فزت بالتحدي. وسمع الواثق بعد ذلك بقصة التاجر الدمشقي الذي باع تمرا في العراق وربح به، فتعجب من ذلك أشد العجب وطلب مقابلته، فقال له: أخبرني عن قصتك. وقد استقبله الواثق في مزرعته الموجودة في الموصل التي كان قد قضى فيها وقتا ممتعا مع ابنته وزوجاته وجارياته، فقال له: يا مولاي، أدام الله عزك، إنني من يوم مارست التجارة لم أخسر مرة واحدة. فسأله الواثق عن السبب، فقال له: كنت ولدا فقيرا يتيما، وكانت أمي معاقة، وكنت أعتني بها منذ الصغر وأعمل وأكسب خبز عيشي وعيشها فقط منذ أن كنت في الخامسة من عمري. فلما بلغت 20 كانت أمي مشرفة على الموت، وإني لا أنسى كيف أنها رفعت يدها داعية أن يوفقني الله وأن لا يريني الخسارة لا في ديني ولا في دنياي أبدا، وأن يزوجني من بيت أكرم أهل عصري، وأن يحول تراب بين يدي ذهبا. وبحركة لا إرادية مسك حفنة من التراب وهو يتكلم، فابتسم الواثق
من كلامه، وإذ به يشعر بشيء غريب في يده، فأمسكه ونظر إليه فإذا هي قلادة ذهبية، وعرف الواثق بأنها هذه هي قلادة ابنته. وهكذا من دعاء أمه كان هذا التاجر الدمشقي هو أول من صدر التمر في تاريخ إلى العراق وبنجاح، وكسب به مالا كثيرا وصار صهر الخليفة الواثق بالله. العبرة من هذه القصة أعزائي المستمعين والمستمعات أن دعوة الأم أو الأب مستجابة. لن يأتي أحد ويطرق بابك ليمنحك يوما جميلا، أنت من يجب أن تطرق أبواب روحك وتشرانه، وهما كنز من كنوز الدنيا، ولكن الكثيرين منا ينسون فضلهم ويسعون وراء صاحب المركز وصاحب المال فلان وفلانة، ومن كل تلك الأمور التي لا تجدي نفعا. والنفع الحقيقي هو بدعاء أمك التي تجلس معك في نفس البيت، بدعاء والدك في جوف الليل عندما يصلي ركعتين لوجه الله تعالى، ويدعو لك بأن يهديك الله، ويدعو لك بأن يوفقك الله، ويدعو لك بأن يغنيك الله. في تلك الدعوات فقط تأكد بأن هذا الشخص الذي يدعو لك وهو أبوك وأمك هم أصدق الناس في دعائهم، لأنهم يدعون الله ويطلبون منه بالحقيقة فعلا أن يكون لك كل ما تتمنى، بعكس كل البشر الذين ربما يدعون لك وفي أعماقهم يقولون اللهم لا تستجب. إذن جنتك بين يدي أمك ووالدك، أحسن إليهم وسوف يحسن الله إليك، ليس قيراطا أو قيراطين، لأنما عند الله أكبر وأكثر مما تفكر. عزيزي المستمع والمستمعة، واجعل خدمتك لوالديك وطاعتك لهما وعملك لهما خالصا لوجه الله تعالى، لا رياء ولا نفاقا أو لطلب غاية من الغايات. ما رأيكم بقصة التاجر وأمه؟ لكم مني كل الحب والتقدير مديرة القناة الدكتورة أم عمر، أخصائية الطب البديل والمساج الطبيعي. شاركونا الآراء، سأرد على التعليق الشخصي. إلى اللقاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن
الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس الذي يظهر أمامكم في الشاشة ليصلكم كل جديد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.